الذين يقولون ربنا إننا آمنا الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، ده بيسميه العلماء توسل. توسل بإيه؟ ها؟ توسل بالعمل الصالح. ربنا إننا آمنا، الإيمان ده عمل صالح ولا لا؟ فهذا توسل بالعمل الصالح، وهذا يجوز في الدعاء. في ناس بتتوسل خطأ، يعني ايه يا اخوانا؟ في ناس بتتوسل بجاه النبي. ما هو ايه معنى التوسل؟ ارفاق ما يغلب على الظن إجابة، ما فيه إجابة الدعاء. هو في نص كده بجاه النبي. ثواني بس، واحدة عليك، واحدة واحدة عليك، احنا ما نخافش. يبقى الدعاء انا ممكن اقول ايه؟ رب اغفر لي خلاص، وممكن اروح حاطط حاجات مع الدعاء يكون ده ابلغ في اجابه الدعاء. ده معنى كلمه التوسل، الحاجات اللي بنحطها مع الدعاء. ففي ناس الفت واخترعت حاجات، وفي حاجات شرعيه للي عايز يضع هذه الاشياء مع الدعاء. انا بقولها لك بايه؟ باسلوب سهل. اللي عايز يزود في الدعاء عشان يستجاب اكتر، او يكون اكثر يعني فرصه انه يستجاب عند الله، فعندنا حاجات شرعيه زي التوسل بالعمل الصالح. ايوه ينفع تقول يا رب بايماني بك اغفر لي وارحمني وتوب علي. انت ممكن تقول حاجه اكتر، ممكن يكون لك خبيئه عمل بينك وبين الله وعندك مشكله، فتقول يا رب اللهم إنني في يوم كذا فعلت كذا، اللهم إن كان هذا ابتغاء وجهك وابتغاء مرضاتك ففك ما أنا فيه من كرب. ينفع أقول كده؟ أجيب دي ما اسمهاش قصاد دي، ده اسمه توسل بالعمل الصالح. طب والعمل يحبط كده أجره يروح لو ربنا فك الكرب؟ قال لك لا، ليك الأجر في الآخرة، وبسبب العمل الصالح، توسلك بالعمل الصالح ربنا أجاب الدعاء. ينفع كده؟ ايوه ينفع، وده شيء مهجور النهارده. بقينا نتوسل بالامور الممنوعه ونترك التوسل بالامور المشروعه. ايه يعني؟ انت ساعات واحد يكون نفسه ابنه ينجح، فمش بيقول يا رب نجح ابني بس، عايز يقول كلام كتير، عايز يتوسل. فنقول له توسل بعمل صالح، اللهم باني قد ختمت القران في رمضان فاسالك بهذا العمل الصالح ان كان خالصا لوجهك أن تنجح ولدي. ده من أدب ومن حسن الطلب من الله عز وجل. فده أول نوع، أهو الناس الصالحين أهو قالوا ربنا إننا آمنا، فتوسلوا بعمل صالح أو توسلوا بإيمانهم بالله عز وجل، لأن الإيمان قول وعمل واعتقاد. الإيمان مش قول بس ولا اعتقاد بس، الإيمان عمل. وممكن تتوسل بصفات الله وأسمائه، يا تواب يا رحيم يا غفور. ما انت ممكن تقول رب تب علي خلاص، وممكن تقول يا تواب تب علي. واحنا قلنا المره اللي فاتت ربنا هب لنا، كلمه هب اهي، وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. فلانه بيقول يا رب هب، فبيقول يا وهاب، هبني يا وهاب، اغفر لي يا غفور، اكرمني يا كريم، اشفيني يا شافي. ده من الادب في الدعاء، ده اسمه توسل بصفات الله واسمائه. يا ذا الجلال والاكرام، يا ذا الجلال والاكرام، اغفر لي ذنبي دقه وجله اوله واخره، وهكذا. وفي توسل بدعاء الرجل الصالح، بس قال لك بشرط، لازم ده يكون رجل صالح، ولازم يكون حي، ولازم يكون حاضر. يعني انا حاسس ان عندي تقصير شويه وعايز حد يدعي لي،
فرحت لعم إبراهيم قلت له عم إبراهيم أنا أحسبك صالحا. عم إبراهيم الحمد لله حي عايش معانا وحاضر قاعد قدامي. فقلت له ادعي لي. ده يجوز يجوز لا حرج في ذلك، بس ما يكونش عم إبراهيم في بيته ولا بيني وبينه مسافات. قول يا عم إبراهيم بقى ادعي لي عشان انت رجل صالح هتحس بيا وهتدعي لي، ده شرك بالله. أو يكون عم إبراهيم مات أطال الله عمره وأحسن عمله وما روحش عند قبره أقول له يا عم إبراهيم ادفع لي عند ربك لأنك أنت ولي صالح ورجل صالح وهو ميت ما ينفعش. تقول لي ما هو دعاء الرجل الصالح، أقول لك ما أنا قلت لك لازم يكون صالح ماشي وحي وحاضر، صالح حي حاضر. انما لو رحت له وهو ميت ما ينفعش، رحت لواحد فاسق فاسق يدعي لك ما ينفعش، واحد صالح بس بعيد عنك ما ينفعش. يبقى ينفع نتوسل بالاعمال الصالحه، ينفع نتوسل باسماء الله وصفاته، ينفع نتوسل بدعاء الرجل الصالح، غير كده ما ينفعش. في ناس بتتوسل بجاه النبي. عم سيد بيقول لك في حديث، فين الحديث ده؟ طلب الحاجه من ضمن الدعاء اللهم بها المصطفى صلى الله عليه وسلم وباسمك الاعظم اللهم. اتحداك انه يكون موجود في حسن المسلم. لا كتاب تاني ما اعرفش، ممكن يكون في اكاذيب وموضوعات. ممكن الدعاء المستجاب. اي ده مليء بالاكاذيب. كتاب الدعاء المستجاب مليء بالاحاديث الضعيفه والموضوعه. بتاع احمد عبد الجواد. عارفه ما ومنتشر جدا، كل ما امشي اتشنكل فيه، مش عارف ايه الحكايه. منتشر انتشار حتى يعني الواحد كان عايز يشتري من المكتبات لكن فين ولا فين؟ اصل الناس يقول لك ده كتاب دعاء، خد يا عمي 1000 جنيه اطبع لنا 1000 نسخه. ناس بتحب الخير. انا مره واحد جاب لي كتب ادعيه مليئه بالاخطاء بس فاخر جدا. مطبوع طباعة فاخرة والورق ناعم وفخم ويعني وزعلت جدا انه هذه الاموال لو انفقت لنشر العلم الصحيح. ما يا اخوانا في حاجة اسمها اذكار مبتدعة وفي ادعية مبتدعة وفي بدعة وفي سنة، فمش كل حاجة فيها اسم ربنا يبقى خير، ممكن يكون حاطط فيها بدعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال ستفترق امتي على 73 فرقه كلها في النار الا واحده، وكلهم بيقولوا احنا بتوع الحق واحنا بنحب ربنا واحنا بتوع الخير، بس كلهم على ضلال ما عدا فرقه واحده ما انا عليه اليوم واصحابي. وطبعا مزقت الكتب عشان ما حدش يعني يقرا هذه الكتب المبتدعه لانها كتب فيها خطر. يعني على سبيل المثال لك ورد يوم الاربعاء برضه هتلاقي في الدعاء المستجاب، مش حاجة اسمها ورد يوم الأربعاء. أيوه ورد يوم الخميس. تخصيص أدعية معينة في يوم معين بدعة. إنما لو قلتها على سبيل الإطلاق، يعني أنا شوية أدعية كده عايز أدعي ربنا فدعيت مش مشكلة. إنما تخصصها لي إن الأدعية دي تتقال يوم كذا بدعة. ليه بدعة؟ بمنتهى البساطة علشان النبي ما كانش بيعمل كده. عليه الصلاة والسلام. مش هنعبد ربنا بأحسن من عبادة النبي لربنا، صح ولا غلط؟ ولا في حد عنده رأي تاني؟ عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. تمام. لا هي مش ماشي، هو الصلاة على النبي من أسباب إجابة الدعاء، لأن الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم عندنا دليل أهو، مش بيقول كلامه خلاص بالآية والحديث. عندنا حديث بيقول أجعل نصف صلاتي لك، قال نعم وإن شئت فزدت، قال أجعل كل صلاتي لك بعد دعائي. يعني بدل ما يدعي يقول اللهم صل على الرسول، لا يقعد يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. قال إذن يغفر ذنبك
ويفرج همك. فالعلماء قالوا إذا من أسباب أو من أداب إجابة الدعاء اللي إحنا نصلي على النبي قبل الدعاء، لكن لا أعلم دليلا في ختم الدعاء بالصلاة على النبي. لا، إحنا بنقول أوله ماشي، آخره دي في القنوط ورد ذلك، الرجل اللي بيقنط بالمصلين. فعندنا بقى دليل، ما عندنا دليل في الصلاة على النبي في الدعاء فلا حرج. إنما أنا بتكلم دلوقتي عليه يا أخوانا، بتكلم على تحديد يوم لأذكار معينة بدعة. تقول لي بدعة، العمال أقول أدعية وأذكار ومش عارف إيه، بدعة، لأن النبي ما عملهاش تبقى بدعة، لأن لو خير لأرشدنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. فاهمين يا أخوانا؟ ممكن أجيب أحاديث مكذوبة، زي من حج ولم يزرني فقد جفاني، أحاديث كذب، وبالتالي الكاذب يبقى ما استنبطش منه حكم شرعي. لازم الأول قبل ما استنبط الأحكام أتأكد من صحة الحديث. حتى علماء الحديث يقول لك إيه؟ ثبت العرش ثم انقش الكرسي بتاع الملك ده، قبل ما تنقش وتعمله النقاشات بتاعته ثبته الأول. هتنقش إزاي؟ هيقع، مش هتبقى ملك نفسك. فقبل ما أخد الحكم الأول أشوف الحديث صحيح ولا لا، بدل ما اقعد استنبط في الاخر يطلع الحديث كاذب. او مثل بيقولوا زمان، مثل مش مصري يعني، لا تبع فراء الدب قبل صيده. هتبيعه ازاي قبل ما تصطاده؟ لازم الاول تتملك منه. كذلك قبل ما نقول يا يلوز التوسل بجاه النبي، اقول الاول فين الحديث؟ اقول الحديث طلع حديث كاذب لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ودي شغلانه العلماء الحديث، شغلتهم يوصل يقول لك الحديث ده ضعيف ويقول الحديث ده صحيح. دي شغلتهم يعني، مش من دماغنا ولا الحديث ده مش عاجبني ما ينفعش، لا، بالسند والروايه والرجال وعلم الجرح والتعديل، لا، ليها قصه كبيره. فاهمين يا اخوانا؟ فلا التوسل بجاه النبي ولا بحق جاه النبي. وساعات مره سمعت خطيب يقول لك بحق هذا اليوم المطير. ايه اليوم المطير ده؟ هل النبي كان بيتوسل باليوم المطير؟ وهذه بحق هذه الساعة المفترجة، فين الساعة المفترجة؟ يقول كده، يقول لك في هذا الوقت ندعو لأنه مما يستحب الدعاء في هذا الوقت، مش بحق المطر ولا بحق الساعة المطيرة ولا بحق الساعة المفترجة ولا بحق الأيام المباركة ولا بحق الجمعة اللي احنا بنصلها. ما وردش، أو لو ورد هنقول بيه، إنما احنا بندافع عن الدين أن يزاد فيه ما ليس فيه. دي غلط برضه، اكرمنا لأجل حبيبك المصطفى. يبقى التوسل هنا بالنبي، ما التوسل بالنبي ما ينفعش ولا بجاه النبي، لأن الصحابة هم أعظم الناس تقديرا للنبي، ما عملوش كده. فاهمين قصدي؟ يعني ازاي ما جالش بخاطرهم اللي هم يتوسلوا بالنبي عشان عارفين انه بدعة لا يجوز، لا بحق جاه النبي ولا عشان النبي ولاجل النبي. كل الكلام ده كله من البدع المنتشرة جدا في زماننا، لكن ليس عليها دليل شرعي صحيح. اللي يجيب لي دليل اقول لك والله يا جماعه انا عيني وراسي انا اخطات، ويجوز ايه ان احنا نتوسل بالنبي، لكن لن تجد. الذين يقولون ربنا اننا امنا فاغفر لنا وارحمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. وانت تعلم الدعاء ده، ادعيه القران ادعيه جميله، تعلم ان تدعو بهذا الدعاء: ربنا اننا امنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. تاني: ربنا اننا امنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. وربنا جعل فيه ايات فيها دعاء لكي يعلمنا ادب الدعاء، علشان ادعياتنا تبقى على منوال هذه الادعيه.
نعم، دي من أدعية الإيه؟ القرآن. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.